أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية وكذلك الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نتصفح وإياكم بداية في الهيئة نت. أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن حكومات الاحتلال وأحزابها الطائفية التي تحاول أن تظهر بمظهر الوطنية والعدالة الكيان الصهيوني الغاصب قد تعاملت مع هذا في عدة أحيان بعد 2003 في عدة مجالات من خلال الحكومات المتعاقبة في العراق، ومنها التدريب العسكري والأمني والاستثمار، فضلا عن عدد من محاولات التطبيع التي تمت برعاية مسؤولين فيها السلطات الحكومية أو الأحزاب. وقالت الهيئة من جانبها في بيان أصدرته الأمانة العامة نشره موقع الهيئة نت إن توقيت إعلان مجلس النواب الحالي في العراق تشريع قانوني حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب دال على طبيعته وظروف إصداره وأهدافه كذلك، ومنها إشغال الرأي العام به والهروب إلى الأمام من أزمة العملية السياسية المستمرة والتغطية على فشل النظام السياسي المتواصل. هيئة علماء المسلمين، حكومات بغداد وأحزابها الطائفية تعاملت مع الكيان الصهيوني في المجالات العسكرية والأمنية والاستثمارية. إن تشريع هذا القانون كشف عن سطحية مزعجة في التعامل مع الشأن العراقي واستبشار لا مبرر له من بعض الجهات والشخصيات العربية والإسلامية التي وقعت فريسة لخدعة الأحزاب التي جاء بها ودعمها الاحتلال الأمريكي للعراق الحليف الأول للكيان الصهيوني. وأعربت الهيئة عن استهجانها تناسي المستبشرين بهذا القانون أن الأحزاب التي صوتت له هي نفسها التي قتلت ميليشياتها وشردت واعتقلت آلاف الفلسطينيين من العراق بدوافع طائفية، مقدمة بذلك خدمة لا تقدر بثمن للكيان الصهيوني البغيض، فضلاً عن قمعها للعراقيين وسلبها لحرياتهم وحقهم في الحياة الآمنة ودعمها لعدد من القوى الإرهابية المتسلطة على رقاب أبناء عدد من الدول العربية ولا سيما في سوريا ولبنان واليمن، والمتدخلة بقوة في شؤون عدد من دول الخليج برعاية وحماية ودعم غير خاف من النظام الإيراني. وسجلت هيئة علماء المسلمين في العراق جملة من الأمور في سياق كشف خبايا هذا القانون قائلة إن الدساتير العراقية النافذة قبل احتلال العراق سنة 2003 تمنع التعامل مع المحتل الصهيوني بأي صورة من الصور، حيث نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المستمر العمل به حتى الآن في المادة 201 على عقوبة الإعدام لكل من يروج لمبادئ الصهيونية أو ينتسب إلى أي من مؤسساتها أو يساعدها مادياً أو أدبياً أو يعمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها، موضحة بأن واضعي القانون الجديد كان بإمكانهم لو كان المقصد صادقاً والهدف نبيلاً اصطحاب القانون القديم وتفعيله. ونبقى مع بيان هيئة علماء المسلمين، حيث أكدت الهيئة أن حكومات الاحتلال وأحزابها الطائفية متورطة بالعديد من محاولات التطبيع التي تمت برعاية مسؤولين في السلطات الحكومية أو الأحزاب الحاكمة، على الرغم من وجود فقرة تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني في نص القانون العراقي، حيث لم يطبق القانون إطلاقاً على أي شخص أو جهة روجت وطبعت مع الكيان الصهيوني طوال السنوات الماضية من عمر الاحتلال. رصد بيان هيئة علماء المسلمين جملة من المآخذ على قانون مجلس النواب فيما يتعلق بمزاعم تجريم التطبيع، ومن بينها أنه نص في مادته الثانية على أنه لا تسري أحكام هذه المادة على زيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية، بما يكشف عن نص صريح على عدم ممانعة واضعي القانون من زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة
وأن الأمر يحتاج فقط إلى موافقة وزارة الداخلية، وهذا يعني أن القانون لا قيمة له، لأنه يسمح بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعطي مشروعية للمطبعين. ومن المآخذ التي وثقتها الهيئة أن القانون الجديد خفض عقوبة التطبيع مع الكيان الصهيوني من الإعدام إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وهو بذلك يخالف كل ما أعلن من أهداف تشريعه، حيث تراجعت فيه قوة الحكم التي نص عليها القانون رقم 111 وأصبحت أقل حزماً وأثراً وليست تطوراً في الموقف كما روج له مشرعه والمحتفلون به، ممن يرون أن المخرجات أهم من النيات والأهداف المبيتة، مشيرة إلى أن هذا هو هدف واضعي القانون الرئيس وليس ما أعلن عنه، فهو قد فتح الباب للتخفيف من عقوبة من تورط بالتطبيع من السياسيين وغيرهم، وجعلها محل نظر وشد وإرخاء في أروقة القضاء المسيس في العراق. وجددت هيئة علماء المسلمين تأكيدها على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين وغيرها من الأراضي العربية، مشددة على أن هذا الرفض هو من ثوابت الشعب العراقي وقواه الوطنية المناهضة للاحتلال وعمليته السياسية في العراق. ننتقل إلى عربي 21. يمكن تعريف الابتزاز ببساطة بأنه محاولة للضغط بالقوة أو الإكراه على شخص ما للحصول على مكاسب مالية أو إدارية أو جسدية غير قانونية أو غير أخلاقية مقابل السكوت والتغاضي عن أمر غير قانوني أو غير أخلاقي ارتكبه الطرف المضغوط عليه. وهنالك العديد من أنواع الابتزاز في العراق، ومنها الابتزاز السياسي والأمني والعسكري والشعبي والإداري والوظيفي وحتى الجنسي وغيرها. وبرز الابتزاز السياسي بعد الاحتلال مباشرة، وظهر الابتزاز الإلكتروني كذلك بقوة خلال السنوات الخمس الأخيرة على الساحة، وتطور الابتزاز السياسي بوضوح تام بين كبار السياسيين الذين يحاولون أن يوقعوا خصومهم بمطبات إدارية مالية أخلاقية ليضغطوا عليهم بموجبها عن الموضوع. كتب جاسم الشمري مقالا في موقع عربي 21. تتنوع صور الابتزاز السياسي بين التهديدات المبطنة والعلنية التي تتضمن التهديد بنشر تسريبات صوتية وفيديوية للمستهدفين ومحادثاتهم وصورهم ووثائقهم غير السليمة أو ممارستهم لعمليات ابتزاز ورشوة، وربما حتى التهديد بالاختطاف والقتل وغيرها من المعاول المتغلغلة في أركان الدولة والهادفة لضرب الخصوم ولإبعاد المنافسين عن المناصب المهمة الاستثمارية. وأثبتت التجارب أن البيئة السياسية المغبرة تشجع على اختراع الأكاذيب، وبالذات مع وجود الذباب الإلكتروني والبرامج القادرة على التلفيق والتلاعب بالصور والأصوات والفيديوهات. وهناك في العراق مئات حالات التهديد والابتزاز السياسي المباشرة وغير المباشرة، وأتصور أن المبادرات الثلاث التي منحها مقتدى الصدر لبقية الكتل السياسية وآخرها مهلة 30 يوماً لتشكيل الحكومة تقع ضمن نطاق الابتزاز السياسي والشعبي. الابتزاز السياسي والإداري والإلكتروني لا يقل خطورة عن الإرهاب الدموي المسلح المتعاظم في العراق، ولهذا يفترض التصدي الحازم لظواهر الابتزاز السياسية والإلكترونية المجتمعية المهلكة، لأنها تأكل الأمان وتخرب العلاقات الإنسانية وتنشر الرعب والكراهية في المجتمع والحياة. ننتقل إلى مقال آخر نشرت مجلة إيكونوميست تقريرا قالت فيه: قبل 4 سنوات تماما كان هناك بصيص أمل للشباب الإريتري بمستقبل أكثر تفاؤلا، فقد جاء أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الجديد إلى أسمرة واحتضن أسياس أفورقي ديكتاتور إريتريا، وقعا الاثنين اتفاق سلام ينهي أحد أطول الصراعات في إفريقيا، وهي حرب حدودية دامية أودت بحياة 80,000 شخص
تقريبا، وقد خاضت المعارك بشكل مكثف وشرس منذ حوالي عقدين من الزمن للسيطرة على بعض منحدرات التلال القاحلة على طول الحدود مع منطقة تيغراي الإثيوبية. حلول أواخر عام 2020 عادت إريتريا إلى الحرب، لكن هذه المرة هي حليفة للحكومة الإثيوبية في حملتها الشرسة ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي ميليشيا حزبية تدير تيغراي. ومرة أخرى صدرت أوامر للمجندين الأريتريين بدخول تيغراي، حيث قاموا بقتل واغتصاب ونهب بلدات على نطاق واسع، لدرجة أن شوارع أسمرة تعج في الوقت الحاضر بالشاحنات الأثيوبية المسروقة. أبي الذي نفى في البداية وجود القوات الأريترية في أثيوبيا، وعد أخيراً في آذار مارس من عام 2021 بسحبها، ومع ذلك فقد أثبتت كلماته أنها جوفاء لأكثر من عام. يعتمد مسار الحرب الأهلية في أثيوبيا الآن إلى حد كبير على متى وكيف تغادر القوات الأريترية أثيوبيا. وأثار أسياس ضغينة ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي منذ أن قاتل إلى جانبها للإطاحة بالديكتاتورية العسكرية الماركسية في أثيوبيا، وهو ما فعلوه في عام 1991. وبعد عامين انفصلت أريتريا عن الاتحاد مع أثيوبيا، ومع ذلك لأن أسياس كان يعتقد منذ فترة طويلة بأن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عازمة على غزو أريتريا والإطاحة به، وهي تهمة كررتها حكومته مؤخراً، فإنه من غير المرجح أن يسحب قواته طواعية دون أن يقوم أولاً بتحطيم الجبهة. نحو ميدل إيست آي، نقرأ في هذا المقال، قال الكاتب البريطاني دايفيد هيرست إن الهدف من جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط هو تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل بالمقام الأول. وقال رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي من جانبه إن بايدن سيقوم بالتأكيد خلال زيارته المنتظرة بممارسة الشعائر المتعارف عليها، ومنها الاجتماع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أن الغاية الحقيقية لتلك الزيارة ليست الحفاظ على خرافة أنه بالإمكان إعادة إطلاق المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولفت إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية أخذت على حين غرة مرات عديدة خلال العقود الثلاثة الماضية في العراق وأفغانستان والحرب الروسية الأخيرة على أوكرانيا التي فاجأت الأمريكيين، إلا أنك لن تجد عاقلا يزعم بأنه سوف يفاجأ باندلاع انتفاضة ثالثة حول القدس، وما ينبغي أن يفاجئ ذلك إدارة بايدن بحسب تعبيره. 16 شهراً كانت المدة التي احتاجها بايدن حتى يتحول إلى ترامب آخر في الشرق الأوسط. ولو كان نيرو حياً اليوم لتبسم ضاحكاً وهو يرى بايدن يعبث بينما تضرم النيران في القدس. حينما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، فإن الرئيس الأمريكي يتحول تدريجياً إلى نسخة طبق الأصل من ترامب بهدوء ودون ما همس. تبدو سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط أقرب إلى تلك الحركة البهلوانية التي يسميها المشاركون في سباق السيارات لفة الفرامل اليدوية. فهذا هو بايدن ينحرف بعيداً عن أجندته التي تعهد بها، ألا وهي إبرام الصفقة النووي مع إيران. بعد القيام بهذه الحركة البهلوانية سوف يتعذر تمييز سياسة بايدن في الشرق الأوسط عن سياسة سلفه ترامب. صحيح أن قطر لن تكون تحت الحصار، ولكن إيران سوف تبقى خاضعة لأقصى العقوبات، وسوف يتركز اهتمام الولايات المتحدة على ارتباطات إسرائيل المتنامية مع دول المنطقة. تسأل صحيفة نيويورك تايمز عن الطريقة التي ستنتهي فيها الحرب في أوكرانيا وما يمكن اعتباره نصراً حتى تتوقف الحرب. وقالت الصحيفة في تقريرها إن الولايات المتحدة وحلفائها يتناقشون وبعد 3 أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا وبهدوء تام حول كيفية نهاية كل هذا.
وأبات هذا السؤال يدور في الأذهان ويتحدث عليه الناس في ألسنتهم في الأيام الماضية، رؤساء ووزراء وقادة في الحزبين الديمقراطي وكذلك الجمهوري في الولايات المتحدة، وكلهم طالبوا بالنصر في أوكرانيا وليس أقل من هذا. وتحت السطح هناك انقسامات حول ما يمكن اعتباره نصرا، وإذا كان يعني نفس ما يريده الأوروبيون الولايات المتحدة، والأهم من هذا كله ما يعنيه بالنسبة لأوكرانيا. أيدت الأيام الماضية مقترحا إيطاليا لوقف إطلاق النار وتعهدا من أوكرانيا لهزيمة القوات الروسية وإعادتها إلى الحدود التي كانت موجودة قبل الغزو في 24 من شباط فبراير. وهناك نقاشات متجددة حول الهزيمة الاستراتيجية لفلاديمير بوتين، هزيمة تؤكد أنه لن يكون قادراً على شن هجوم مماثل. وبعد 3 أشهر من الوحدة الواضحة وتدفق كم هائل من الأسلحة القاتلة وأشكال أخرى من الدعم المالي والعقوبات الاقتصادية التي لم يتوقعها أحد من قبل، وعلى الأقل بوتين، هناك صدع واضح حول ما يمكن عمله في الخطوة المقبلة. وفي قلب النقاش حديث حول وقف المشروع الذي مضى عليه 3 عقود لدمج روسيا في المشروع الأوروبي. وفي الوقت الحالي تتحدث الولايات المتحدة عن روسيا كدولة منبوذة يجب أن تقطع عن العالم الخارجي، وفي المقابل تحذر أصوات أوروبية وبشكل متزايد من مخاطر عزل روسيا وإهانة بوتين. ويدور هذا الجدال في وقت تتوسع فيه طموحات الولايات المتحدة في اللحظة التي بدأت فيها الجهود لحرمان روسيا من نصر سهل على أوكرانيا. وفي خبرنا اليوم تتواصل فعاليات مهرجان تكنو فيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي تستضيف أذربيجان أول نسخة منه خارج تركيا. شهد المهرجان الجمعة مسابقة قمة مبادرة الإقلاع بمشاركة مئات الشباب. ويعتبر تكنو فيست أكبر مهرجان في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة جدا في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والطائرات المسيرة كذلك والتكنولوجيا الخضراء. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.